حين يصبح 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، خدت مننا حاجة دي؟ رفعنا أثقال، زعفنا على بطننا، ها؟ ما عملناش حاجة، كلام بسيط خالص. اللي يعمل كده ياخد الذكر ده البسيط ده اللي هو بياخد بالظبط 100 مرة 16 دقيقة بالهداوة، يعني 16 دقيقة بالهداوة ياخد إيه بقى؟ قال له من قال لا إله 100 مرة حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ياخد 5 حاجات. أول حاجة كأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، إسماعيل النبي أبو العرب، حلو كده، كأنك جبت 10 ولاد من ولاده واعتقتهم، اديته حريتهم، تمام. وأخذ 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه هذا، الشيطان ليس عليه سبيل ولا يعمل معه حاجة في اليوم ده. 4 5 ولم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا رجل زاد عليه، بدل 100 بقت 120 بقت 150 بقت 200،